برحب فيكم اليوم مشاهدينا بحلقة جديدة، واليوم حلقة رح تكون كتير مهمة وغنية بمعطيات جديدة وبتطورات كتير مهمة عملناها على الفترة السابقة لحتى نقدر نفيدكم فيها. بالبداية خلينا نحكي عن المشكلة اللي عنا إياها. عنا شعر طوله لرأس به، وعنا شعر مقصف وناشف وبيعذبها كتير بتخليص الشعر. رح نرجع نفرجي بحلقات لاحقة حالات أو مشاكل مختلفة عن الحالة اللي عنا إياها اليوم. هلأ بالنسبة للحالة اللي عنا إياها، هي رح تحتاج البروتين جولد والبروتين ماسك، غسيل الشعر بشكل كتير جيد. بدنا نحاول ننشف الشعر بالمنشفة قدر المستطاع لحتى ما نترك الشعر مبلل بشكل كثيف، لأن ما يخفف لنا من فعالية قوة البروتين ماسك. مثل لما بتكون علبة الماسك بتضيف عليها ماء بتخففوا له قوة التركيز تبعه والفعالية تبعه. هلا لاحظوا معنا عنا شعر لما تغسل الشعر بين بشكله الأوضح. لاحظوا النشفان اللي موجود بداخله، قديش صعوبة تقدر تسرحوا الشعر. مع البروتين ماسك ما حتعانوا نهائيا من هالمشكلة. رح تحاولوا تحطوا على الشعر، رح أرجيكم الطريقة كيف تبعدوا عن فروة الراس، رح تلاحظوا الشعر بيتمشط بكل سهولة وبكل رياحة. عنا فإذاً هذا البروتين ماسك، نفتح العلبة، نحاول ما نكتر كتير منه لأن فعاليته جداً قوية، بيغنيكم منكم بحاجة لكميات كبيرة تقدروا تصرحوا شعركم بالبروتين ماسك. هلأ كونه أول مرة رح نستعمل البروتين ماسك، يمكن نحتاج كمية إضافية قليلة. من بعدها بصفي الشعر عندكم ناعم دائما، وما بتعودوا بقى تحتاجوا الكمية اللي رح تحتاجوها من اول مرة. لاحظوا معي هالخصلة قديش هي معربسة وقديش هي منشفة. لاحظوا مع البروتين ماسك سهولة تسريحها. ولاحظوا في امر كتير مهم، كلكم اللي عندكم شعر طويل كلكم بتستخدموا كريمات او ماسك او اي مواد دهنية لحتى تسرحوا شعركم. الحلو بالبروتين ماسك، لاحظوا ما عندنا شيء كمية على الشعر، يعني بتلاحظوا الشعر ما عنده أي مواد وعم يتسرح بهالسهولة المش اعتيادية نهائيا. لأن أنا بعرف كثير ناس بيستعملوا البروتين ماسك بيندهشوا من قوة فعاليته، لأن بغير أنواع من مواد تخليص الشعر تنعيم الشعر بيقولوا لي بنستخدم كميات كثير كبيرة تقدر نسرح شعرنا. بهالحالة هلا لاحظتوا وزعنا الماسك على الشعر، ما حطينا على فروة الراس، لأنه نحن هلا رح أخبر لكم أمر كتير مهم. ليش ما بيسوى؟ غير إنه فروة الراس بتتعب، فروة الراس على طول بتتمتع بالأغذية من الجسم أكثر من أطراف الشعر، ما لنا بحاجة إنكم أنتم تحطوا لها مواد منعمة أو مطرية. هلا من بعد ما وزعتوا كل الماسك على الشعر، حاولوا إنكم بإيديكم تدلكوا للشعر. من بعدها بتتركوه ماكسيموم من 5 دقائق ل10 دقائق، هو قوة فعاليته بفترة دقيقتين بيكون عطاكم النتيجة المرغوب فيها. من بعدها بتفوحوا الشعر بشكل كتير جيد، وبتبتدوا بالنشاط الثاني اللي هو يا اما بتكون تعملوا البروتين جولد. هلا رح نفرجي كيف تستعملوا البروتين جولد. رح خبركم مثلا قبل ما انساها، ليش انتم ضروري جدا انكم تستعملوا البروتين ماسك، وخاصة هلا لانه بعرف اغلى اكثر من نص اللي عم بتشاهدوني ما خليتوا يمكن نوع زيت ما استخدمتوه على شعركم، وملاحظين هلا من بعد ما انكم توقفوا استخدام الزيوت عم تلاحظوا شعركم قديش عم بينشف، قديش عم بيقصف اكثر، قديش عم بخف حتى لدرجه كثير كبيره. لانه الزيوت هي شو بتعملكم بشعركم؟ انتم بتفرحوا انكم عم تستخدموا زيوت، وبعد فتره بتلاحظوا شعركم اصبح النصف او فقد النسبه كبيره من حجمه، لان الزيت بكل بساطه هو عم بيعلي لكم نسبه الحراره بالشعر، وعم يقلي لكم شعركم، وعم بيحبس لكم شعركم من انه يتنشا الكائن الاساسي اللي هو ما في لا يمكن لاي كائن يعيش على يكمل على قيد الحياه من دون الاكسجين والهواء. بقى انتم بالزيوت عم تحرموا شعركم من الهواء، وعم تحرموه من الحرارة اللي لازم ما يكون كتير عالية وما تكون كتير مرتفعة. بقى لهيك هلا بنصحكم وبدعيكم كلكم انه وقفوا الزيوت والجأوا للبروتين جولد. البروتين جولد الحلو فيه انه منه مواد دهنية ومنه زيوت، وراح تلاحظوا بس انتم عم تستعملوه على شعركم انه ابدا منه دهني،
وهلا بعد ما غسل ايدي رح احط لكم منه على وجهي لحتى تشوفوا انه طبيعي مليون بالمية، وبالعكس حتى بغذي بشرة الوجه لان كمية قليلة منه بيستعذى. اذا وجد باي شركة او باي مصنع كمية قليلة منه بحطوه مع اي كريم بتصفي الجودة تبعه كتير اهم. ما بالكم انتو انا عم بعطيكم منتج فريد من نوعه اللي هو بيور فيتامينات وبيور اغذية نباتية واعشاب طبيعية. رح نفوح الشعر ونعمل طريقة استخدامه تتشوفوا معي الشعر اللي رح يطلع من الراس ويحكي ويخبركم شو صار معه. مثل ما لاحظتوا فوحنا هلا تركنا البروتين ماسك تقريبا شي 7 دقائق على الشعر وفوحناه كتير منيح، مفروض انه نفوحه من المي من الكريم. وبهالحالة هلا بتنشفوا شعركم بالمنشفة اول خطوة، ورح نشوف هلا قد ايه رح يتسرح معنا الشعر بسهولة غير اللي كنا معودين عليه. هلا حتى ايضا رغم انه نعم الشعر كتير، دايما بنصح انا انه الشعر يتمشط خصلة ما يتمشط كله سوا، لان عندكم الشعر اغلبيتكم بتقطشوا شعركم بتوقعوه بطريقة غير صحية بتسريحه، لان مهما كان الشعر طري ومهما كان صار ناعم على طول الشعر ما بيحمل انه يتمشط خصلة. لاحظوا انه عم مشطه بمشط صغير، انا تعمدت انه مشطه بمشط صغير لحتى تشوفوا قوة فعالية البروتين ماسك. لاحظوا اللمعة اللي اعطانا اياها البروتين ماسك. ايضا قبل ما انسى رح اخبركم اضافة صارت بالبروتين جولد كتير رح تناسبكم وكتير رح تفرحوا فيها. البروتين جولد بفعاليته الجديدة والقوية كتير حتى النفش اللي بالشعر صار بيقدر يشيلها عن قبل كان بس مجرد انه يغذي الشعر، هلا اصبح له وظائف اكثر، صار بروح نفشة الشعر، بنعم الشعر اكثر، وايضا صارت بتضاين فعاليته اكثر على الشعر. بقى من بعد ما خلصنا الماسك الضروري انه ننشف الشعر قبل ما نستعمل السشوار. بس ايضا كمان راح نخبر عن التساقط، لانه الحاله اللي عنا اياها هلا اكتشفت انه عندها تساقط الهيرلاين. رح اخبركم بهالحلقه عن السريع عنه، طريقه استعماله جدا سهله، ما ضروري الشعر يكون ناشف كثير، بكفي انكم تنشفوه بالمنشفه. هلا اذا عندكم وقت انكم انتم تضيعوه وتتركوا الشعر ينشف بشكل لوحده بشكل طبيعي كثير مفيده. هلا الهيرلاين طريقته كثير سهله، لاحظوا رح اقربلكم لحتى تشوفوا بشكل اوضح. بتاخذوا فرق بالشعر، اكثر مناطق هي بخف فيها الشعر بتساقط فيها الشعر هي المناطق الاماميه، وهون انا هلا عم لاحظ انه عند الحاله اللي معنا اياها الشعر مش سميك من الامام، وعندها بلش يخف شعرها من قدام من الامام. بقى لهالحاله كل يوم يوميا بنحط لها الهير لاين بشكل كتير سهل وبسيط، وما بده حدا يعملكم اياه. الهير لاين بتقدروا انتم تستخدموه بالبيت، بينما المستحضرين الوحيدين اللي بدكم مساعد انه يعملكم اياه ويفضل انه يكون اخصائي بتمليس الشعر، لان البروتين جولد بده سشوار والستريت هير بده سشوار يتملس الشعر، هو موضوع على الشعر. رح نفرجيكم هلا كيف انكم تستخدموه، كيف يستخدم لكم اياه بالاحرى اخصائي الشعر. بقى لاحظتوا عنا وزعنا الهير لاين مزبوط على فروة الراس. هلا الهير لاين له وظائف كثيرة رح احدد لكم الجزء الاكبر منها، انه هو مش بس بيوقف تساقط الشعر ومش بس بيرجع بعيد نمو الشعر، هو بيطول الشعر كثير بسرعة. للناس اللي حابين شعرهم يطول بسرعة وعندهم وقف نمو من فترة طويلة مهما كان زمنها، سنتين 3 سنين 5 سنين 10 سنين ما عم بيطول شعركم، كتار بيتواصلوا معي ويخبروني انه شعرهم ما عم بيطول نهائيا. بقى بيسألوني شو المنتج اللي انصحهم فيه، فورا بنصحكم اي حدا عنده وقف نمو بالشعر يستعمل الهير لاين، وعلى مسؤوليتي اذا ما بشوف شعره عم بينمى بشكل كتير سريع انا ببقى المسؤول. وانتو بتعرفوا انا دايما بكفل كل الحالات اللي بتستخدم المنتجات تبعولي.
الماسك تستخدموه من مره لمرتين بالاسبوع. البروتين جولد الافضل انكم تعملوه مره كل اسبوع لفتره 7 اسابيع. بتقدروا تعملوا اول شهر كل اسبوع، يعني 4 مرات اول شهر، ثاني شهر بتقدروا تستخدموه كل اسبوعين مره، ثالث شهر بتقدروا مره واحده تستخدموه. تنشيف الشعر بشكل كثير جيد، يعني تقريبا 98-99% اصبح الشعر ناشف، وهذا المفيد والضروري والاهم، لسبب انه بدنا الغذاء اللي بالبروتين جولد يدخل جيدا، يدخل مزبوط على الياف الشعر. السيستم تبع البروتين جولد واضح وكثير سهل وكثير عملي. اول خطوه بدنا نقوم فيها، المفروض انه اللي بده يعمل البروتين جولد تياخذ النتيجه القصوى منه والنتيجه الاهم، اللي هي انه يبتدي باول خصله من الداخل محل ما بدهم يسشروا. كيف بتبتدوا بسشوار الشعر؟ هلا اخذنا خصله من تحت، لاحظوا عنا الشعر النفشه اللي بيتمتع فيها والنشفان الشعر. هلا نشفان زال لانه عملنا له البروتين ماسك، بس لو ما البروتين ماسك كنتوا شايفين انتوا الحاله اللي عنا اياها، الوضع اللي هي واصله عليه. هلا البروتين جولد ولا اسهل من استخدامه. اول خطوه منكم بحاجه لقفازات اليد، ثاني خطوه انه البروتين جولد مستحضر جدا 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 طبيعي، 100% طبيعي، انه بتقدروا حتى تستخدموه على بشره الوجه بكل امان وبكل ثقه. بغزلكم بشره وجهكم بشكل كثير قوي، ولاحظوا عم يجي على عيوني ما عندنا اي مشكله، ما في ولا عن اي مواد كيميائيه. الاكثر من هيك رح ارجيكم امر كثير مهم، انه فيكم تشربوا منه للبروتين ماسك. هاي شربت منه للبروتين ماسك بروتين جولد ولا في اي مشكله منه. بقى انتم بدكم، اخذنا الخصله من الداخل لحتى نوزع. لاحظوا معنا بدنا نرش البروتين جولد بشكل كثير منيح على الشعر. ما بدكم تستخدموا كميه اقل من الشعر اللي بحاجه لها، يعني مجرد ما انتم شفتوا الخصله اصبحت مبلله جدا، بتكون اخذت الخصله الحجم الكميه الكافيه منها. نرجع ايضا نرش شوي صغيره. نحن اليوم لو عم نستخدم بروتين جولد عندنا مرض بالشعر بيبقى او عندنا مشكله بالشعر. لو مهما كلف الامر، المهم انه نحصل على النتيجه اللي نحن بحاجه لها، لانه البروتين جولد هو استخدامه لفتره محدوده، منكم بحاجه تستخدموه لمدى الحياه او لفترات طويله. حتى اللي بيحب انه يستخدمه لمدى الحياه، بالعكس بيكون هذا الشخص عم يحمي شعره بشكل ابدي، بعمره ما بيشوف اي تلف، اي تقصف، اي مشاكل بالشعر. مجرد ما انه بللنا الخصله بشكل جيد، المفروض انه فورا بنملسها بالسشوار قبل ما ينشف الدواء اللي عليها البروتين جولد، لسبب كثير مهم. البروتين جولد لما عم نجي نحن ناخذ الخلاصه تبع الاعشاب منه، بيبقى فيها نوع من التلزيق الطبيعي، لما بينشف بيلزق على الشعر وما بناخذ الغذاء اللي نحن بحاجه له لالياف الشعر. لما فورا بنملسها وبنعطيها حراره بممنلس الشعر او بالسشوار بالفرشايه، كل شيء فيه غذاء بالبروتين جولد حتما بده يدخل على فروه على الياف الشعر ويبقى بقلبها. هالتلزيق رح يرجع يسكر لنا الفجوات اللي هي بقلب الشعر، ورح يرمم لنا شعرنا بشكل طبيعي من دون ما انه يعمل عليه غلاف يمنع عنه يتنشا الاكسجين وياخذ النسبه اللي هو بحاجه لها للاكسجين. بقى هلا رح نفرجيكم طريقتين لاستخدام البروتين جولد، بنقدر نستخدمه بالسشوار وبنقدر نستخدمه بممنلس الشعر. حابب بس الفت لكم انتباهكم، شوفوا الليون اللي الشعر اخذها من خلال البروتين جولد والبروتين ماسك والشامبو البروتين. كل حدا بحب انه يكون شعره ناعم وطري بهالصحه وبهالليونه
يستخدم المستحضرات اللي استخدمته النوف اللي عملنا له اياهم لنوف بشعره، بصير شعره مثل شعره لنوف. ان شاء الله بشوفكم بحلقات قادمه وبشرح لكم اكثر عن مستحضرات ثانيه وعن ايضا مشاكل كيف تحلوها بطرق سهله وبطرق مضمونه وبطرق صحيه. وحابب بس بالنهايه اختم بجمله انه الحلو بمستحضرات ابراهيم عمر لتصليح الشعر انهم بيعطوكم شعر صحي 100% وما بيعطوكم ابدا مظهر اصطناعي ولا 1%. هاي النتيجه قدامكم وواضحه وما في داعي انا بعد زيد بهالمنحة. وشكرا لكم، ان شاء الله بشوفكم بحلقات قادمه.